يلعب الدين دورا في حياة الكثيرين، لكن 3/4 سكان العالم يقطنون في بلدان تفرض قيودا على الدين، وذلك وفق تقرير جديد أصدره مركز بيو للأبحاث الذي وجد ازديادا في العدائية تجاه الدين هي الأعلى منذ 6 أعوام. هناك أماكن تفرض فيها الحكومة قيودا على الدين، وجاءت مصر في المرتبة الأولى، بينما تجد بلدانا يتسم فيها المجتمع بالعدائية تجاه أديان معينة في مقدمتها باكستان. وجاء ترتيب بريطانيا وفرنسا والمكسيك متأخرا في قائمة الدول التي تفرض السلطات فيها قيودا على الدين، بينما احتلت مراتب أعلى